السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل بحث في برنامج Library Office Writer، وزي ما قلنا ان هو مجاني واوبن سورس، وهو شبيه جدا بالمايكروسوفت وورد. طيب ممكن تدوس كنترول اف هتلاقي تحت ظهر لك فايند، فتقدر تكتب كلمة مثلا زي كلمة بي اي ام مثلا، و اب وداون يبدأ يقول لك اذا كانت الكلمة دي موجودة ولا لأ. ممكن تقول له فايند اول فيبدأ يعمل لك سيلكت على كل الكلام اللي فيها فايند. ممكن تعلم على كلمة ماتش كيس، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو يشوف بس الكلمة الحروف كابيتال او سمول زي ما هي موجودة في الوثيقة. وممكن برضو تجيبها من edit هتلاقي find، وهتلاقي برضو find and replace اللي هي control h. هتقوله مثلا عايز كل كلمة بيم دي نبدلها مثلا، ممكن لما عايز تكتبها كلها كابيتال، او ان انت تزود مثلا عليها كلمه، او تكتبها كلها من غير اختصار بيلدينج انفورميشن مانجمنت، فتقول له فايند اول او فايند بريفيوس فايند نيكست وهكذا. وفي شويه اوبشن هنا ان انت مثلا تقول له انا عايز تكون مطابقه لنفس الكلام، عايز تعمل ريبليس باكوردز وهكذا، فتقدر تعمل فايند اند ريبليس للكلمات اللي انت عايزها. ممكن تقول له برضو انا عايزك تعمل سيرش في قلب الكومنت مثلا ساوند لايك وهكذا. ممكن تقول له انا عايز بشروط معينه يكون الفورمات حاجه معينه، تبقى تغير لي الفورمات